إن شئت جمعا للفضائل كلها فاسمع إذا ولتقترب من نورها ما فاح مسك أو أريج بل وطيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وصية غريبة، وصية مش تقليدية، وصية احنا متعودين من اول برنامج كل الوصايا من عند مين؟ من عند الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. لا، وصية النهاردة مش من النبي لينا، دي من ربنا لحبيب النبي، فهي برضه وصية الحبيب بس من ربنا لحبيبه النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يا محمد صبر نفسك مع الصحبة الصالحة مع الصحابة، ولا تعد عيناك عنهم، اوعى تغفل ولا تروح ولا تبعد عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إيه ده؟ دي وصية غالية قوي. طبعا من ربنا للنبي، عايز تبقى إيه؟ وبرضو من ربنا للأمة كلها، دي رسالة من ربنا يا جماعة. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام صبر نفسك وثبت نفسك، اللي بيسأل على روشتة الثبات، اللي عايز يضمن النجاة، اللي عايز يكمل على طريق ربنا، اللي عايز تستقيم، صبر نفسك يا محمد وثبت نفسك مع الصحبة الصالحة. صحبة، النهاردة الوصية عن الصحبة يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا وهو بيوصينا برضو في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. النبي بيوصينا بس بطريقة يعني غير مباشرة. بيقول إيه؟ بيقول كل واحد على طبع صحبه، على دين خليله، يعني بيطبع بطبع صحبه. يعني لو صاحبتك متدينة ومحجبة أنت هتبقي متدينة ومحجبة، هتطبعي بيها. لو صاحبتك عايزة تقلع حجابها هتقلعك الحجاب. خدي بالك، أنا مش عامل زيها، أنا بقف معاهم بس. لا، هتعمل زي أصحابك وهتشرب زي أصحابك هنقع. مفيش الكلام ده، احنا مش أنبياء يا جماعة. ده النبي ربنا قال له أصبر نفسك مع المؤمنين. احنا لازم نحط نفسنا في بيئة آمنة. خلاص كده، المرء على دين خليله، على طبع صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. النبي بيقول لك إيه بقى؟ اختار بقى أنت هتصاحب مين. يعني عايز تتطبع بإيه؟ عايز قرآن، صاحب أهل القرآن. عايز تبقى من أهل الدعوة، صاحب أهل الدعوة. عايز تبقى من صاحب إيمان قوي، صاحب أصحاب الإيمان القوي. ده على فكرة قاعدة في الدين والدنيا. عايز تبقى متميز في مجال معين، صاحب المتميزين في المجال ده. عايز تبقى معرفش رياضي متميز في رياضة معينة، صاحب يعني فكرة كلها. حط نفسك في الإيه؟ في المكان اللي أنت عايز تتميز فيه مع الناس المميزة في المجال ده. وإحنا عايزين نتميز في الدين، يبقى لازم يكون عندنا صحبة تميزنا في الدين. فموضوع الصحبة والبيئة ده خطير يا جماعة قوي والله بجد. كم من أسر كانت زي الفل، وشباب كانوا زي الورد، وبنات في منتهى الأدب، متربين أحسن تربية، بس الأب غفل بس ودخل بنته مدرسة غلط، أو ما أخدتش بالها من بنتها لما دخلت كلية واتلمت على صحبة، ضاعوا بسبب صديقة مش كويسة ضيعت بنتها، أو صديق ضيع ابنه وهو ما تأكدش من صحاب ابنه مين، وكان مشغول ان هو يدفع المصاريف وخلاص. اوعى تغلط الغلطة دي. وخد بالك من مثال الجزرة. ايه مثال الجزرة ده يا محمد؟ الجزرة عندها حالتين، لو حطناها في حاجة حلوة وحاجة مسكرة هتطلع لنا مربى الجزر، صح؟ اللي بيحب المربى هو يعلم، ماشي؟ ولو حطيناها في حاجة حادقة ومخللة هتطلع مخلل ايه؟ جزر. هي نفس الجزرة بس مرة حلوة ومرة حادقة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت حسب اللي حواليك والبيئة بتاعتك. احنا كل واحد فينا جواه حتة حلوة وحتة وحشة، جواه يعني فطرة سليمة وجواه نصيب الشيطان. فلو اتحطيت في بيئة كويسة هيطلع فيك الحاجة الحلوة وهتقضي وتقلل الحاجة الوحشة، ولو اتحطيت في بيئة ضايعة هتطلع الحاجة الوحشة، نصيب الشيطان، وهتغير الفطرة بتاعتك وبتاعت أولادك. الموضوع ده مهم يا جماعة،
عشان خاطري، كل أب أبوس إيدك، حط أولادك في مدرسة إيمانية فيها بيئة كويسة تثبتهم وتقوي إيمانهم مش تضيعهم. اطمن على بيئة مراتك مش أولادك وبس. فين أنت متابع مراتك كويس؟ مراتك اتغيرت الفترة الأخرانية؟ مراتك بقى أصحابها ومش أحسن حاجة، والجيران والدنيا ما بقتش أحسن حاجة، وبتفكر تفكير وبدأت تتكلم معاك بطريقة غير طريقتها، واضح إن حواليها صحبة مش كويسة. اطمن وانقل مراتك من الصحبة الوحشة للصحبة الكويسة عن طريق معارفك وعن طريق صاحبك الملتزم. مراته ملتزمة، عرف مراته على مراتك. هو ده يا جماعة الزوج، هو هي دي الرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. أنت مش مكن تصرف آلي. اطمن على 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 صحاب ابنك، واعزم صحاب ابنك في البيت عندك، فرصه اعزمهم وشوف شكلهم عامل ازاي، ينفعوا يبقوا صحاب ابنك دول ولا انت نايم في العسل وهتتفاجئ ان ابنك اتغير وسلوكه اتغير وانت اول واحد هتعاني من التغيير ده. يلا بسرعه الحلقه خلصت، هات الكراسه. ايوه وصايا حبيبي صلى الله عليه وسلم. الوصيه النهارده والواجب العملي النهارده في حلقه الصحبه، خد قرار جريء وافرز صحابك. ايوه بكلمك انت، انت محتاج تعمل كده، انا محتاج اعمل كده. يا اما صاحب بيشدني وبيقربني من ربنا ده امسك فيه بيديا واسناني، يا اما صاحب عايز يضيعني لان هو ضايع ده هعمل له بلوك وهقفل صفحته من حياتي علشان ابقى في البيئه الامنه وعلشان اصبر نفسي مع المؤمنين. فهي دي وسيله الثبات وده الأمان اللي محتاجين نأمن به مستقبل أولادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شئت جمعا للفضائل كلها فاسمع إذن ولتقترب من نورها، ما فاح مسك أو أريج بل وطيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب، إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب.